السلام عليكم، حياكم الله. بلغني إن فيه ناس ما يحبون يسمعون قصصي ولا سناباتي لأني أضغطها وخليها قصيرة، وهم يبغوني أمط فيها. أنا لو بدخل الوصف بس لو بدخل الوصف أبى أمط فيها مط ما حصل في الأفلام الهندية، بس الواحد ما يبي يطيل. عموما الليلة بقول لكم قصة حقيقة إنها يعني غريبة وجميلة. هؤلاء اثنين أخوان أشقاء يشتغلون في المقاولات والتطوير العقاري، بانين لهم فلتين مثل بعض، أظن كل فلة 625 متر. بنيها واحدة منهم والفلتين زي بعض، وشبابنا الله معطيهم أمورهم زينة وأحوالهم يعني طيبة، ويعني ومتزوجين ثنتين من بنات جماعتهم. يوم من الأيام طبعا واحدة منهم يشتكي من عياله مشاكلهم ما تنتهي، هذا ما ادري وش مسوي، وهذا ما ادري وش، وهذا ما ادري وش صايرين عليه، وهذا ما تشتهي، حالتهم حاله. اما الاخ الثاني ما شاء الله بيته منضبط، وعياله ما هنا اطيب منهم، ولا هنا احلى منهم، ولا هنا ازيه منهم، ويعني شباب ما ودك تصد عنهم، مؤدبين وراعين طاعه وراعين مسجد، والناس يحبونهم لهم قبول، والثاني على العكس تماما. الاخوان جالسين في يوم الايام عندهم استراحه ويسولفون ومتكين. هذا اللي عنده عيال يشتكي منهم، واحده منهم داخلين في قضيه خطيره مره، وهذا يشتكي لاخوي يقول يا اخوي انت تشوف اللي انا اشوفه، حنا اخوان عيال رجال واحد وامنا واحده ومتزوجين بنات عم، لكن عيالي وعيالك بينهم فرق كبير. أنا ودي أعرف السر هذا، وش اللي خلى ما شاء الله عيالك كذا وخلى عيالي كذا؟ شوف هذا نحن في الاستراحة، ما في الاستراحة يخدمنا إلا عيالك أنت، وعيالي أنا هاجين ما يدري ويني فيه ولا أدري وينهم فيه. قال أخوه والله يا أخوي ما أذكر في شيء، ما يعني بيتنا مثل بيتك، أكلنا وعيشتنا واحدة وسياراتنا واحدة وحسابنا واحد، لكن يمكن إنه يعني عندي موضوع يعني ربما هذا اللي يفرق. قالوا شو يا أخوي؟ عندي أم العيال من يوم يذن وهو يجيها سبحان الله العظيم جيها حالة، الصلاة وراكم ما صليت، والمسجد وراكم تركينا، أنا مدري إيش هذا هو قام، هذا مدري إيش وراك ما توضي، أنت مدري إيش أنت تلبس، أنت يقول سبحان الله العظيم ما تخلينا نجلس في البيت. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار الأكل والطعام ومدري إيش واللباس، يقول مخليتنا يعني مرة من يوم نجلس أنت اللي جاي، يوم دخلت قلت له أذكار، قال قلها قبل لا تجي، وأنت يا فلان في الغداء قبل لا تأكلوا قلت أذكار الطعام، لا وجينا طالعين قلت أذكار الخروج من المنزل، يقول سبحان الله العظيم على رؤوس مرة. يقول وفي كل غرفة مدبست لنا الأذكار وجددها، وعلى كل باب أذكار مدريش أذكار مدريش أذكار مدريش، يقول لين صرنا نحفظ الأذكار مثل ما نحفظ الفاتحة. يقول يوم قال أخوي لا والله ما قد حد في رأسي، يقول الله وقم أتأملها، يقول وقفت عندي، يقول أنا وين ومرتي وين وعيالي وين عن هالأمور، يقول فعلا فيه فرق كبير في الناحية. رجعت للبيت والموضوع يختمر في رأسي، يقول دخلت ولقيت المرأة أصلا مصدومت من اللي حاصل ولدها، يقول والله واجلس أنا وياها يا فلانة أنت شايفة اللي صار لنا وعيالنا وهذا، وأنا قبل شوي سولف أنا وأخوي وجاه الطاري تكفين طلبتك الأذكار والصلاة، قالتها قلتي والله الأذكار والصلاة، وقالت يا جلب أدق عليها أبى أقول أرسلي لنا الأذكار، قلت تم. ومرة أخوي جزاها الله خير ما قصرت، كلمناها قلت لها مطبعة عندها جائزة ويتكزن علينا، يقول واجلس أنا والمرأة، قلت أول شيء أنا وأنت نبدأ وبعدين العيال والبنات اللي إحنا نقدر عليهم، أما الكبار شوي، يقول سبحان الله بدينا وبدينا نحافظ، واجلس أنا وياها، يقول أنا صرت في جوالي، لا فتحت جوالي وقمت أقرأ، يقول أبدا وهي عندها معها جفيت لنا خضر كلها أخذها فتحته وقامت تقرأ منه.
يقول يوم أخذنا فترة 3 أشهر حولها، يقول له والله يوم إن بدينا نحس بالتغيير، يقول أشوف بعض عيالي ينشد عن صلاة الوتر، يقول ما أعرف ما يصلي سبحان الله العظيم، يقول تغيرت الأمور، يقول والله مرت علي أيام إنه أحيانا في اليوم الواحد يجيني 3 مخالفات مرورية من عيالي، يقول آخر مخالفة مرورية جتني قبل 5 أشهر. شوفوا سبحان الله تأثير الأذكار والصلاة في وقتها. الله سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا كانت القلوب التي في الصدور تطمئن بذكر الله، من باب أولى تطمئن البيوت. السلام عليكم.